ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هالحلا وش هالزين، مالوم سعد يوم اختارها. الا ما قلتي لي منيره وين تشتغلين؟ منيره أنا متخصصه، وابوها فتح لها مكتب خاص فيها. ما شاء الله، شنو المكتب؟ مكتب استشارات نفسيه واسريه، يعني نعالج الحريم اللي عندهم مشاكل مع رجاجيلهم بطريقه ما تحسين اصلا انها مشاكل. والله برافو عليك، انا دائما اشجع البنات اللي تشي يشتغلون شغل حر. حبيبتي دائما البزنس وومن تكون شيء قويه ومستقله، زي تسوي الحمد لله. وهج تعالي تعالي اجلسي جنبي، تعالي تعالي خليني اكحل عيوني بهالزين. تعالي شو هالزين وش هالسنة، ما شاء الله ما شاء الله.